أجمع المراقبون على أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يشكل عامل استقرار أمني للحدود الجنوبية، فيما يكمن التعويل الأكبر عليه بما سيثمر عنه من انفراجات اقتصادية. لكن ما الذي على لبنان فعله للاستفادة من ثروته النفطية؟ إذا ما صار في إصلاحات، نحن ما رح نقدر نتنعم بالثروة النفطية اللي بقلب البحر، لأنه رح تروح هدر مثل أي شيء تاني ما رح نكون عم نستفيد منه. أول شيء بدنا نعرف حصة لبنان. اليوم عنده حصة 20% يلي هي من الشركة الروسية انسحبت للطرف اللبناني، كيف رح يديرها هو؟ كيف هيدي شغلة أساسية. اثنين، لابد من إنشاء صندوق سيادة، صندوق السيادة لينحطوا فيه عائدات الثروة النفطية. ثلاثة، بده ينشأ شركة وطنية، هيدي شغلة أساسية. أربعة، بدنا نحضر البنى التحتية لتكون مؤهلة إنه لبنان يتلقف هذه الثروة النفطية، يعني مد أنابيب لحتصير الصناعات تمشي على الغاز، معامل الكهرباء تصير تمشي على الغاز، ويطلع قانون يقول إنه ما فينا نحن نصدر أي ثروة نفطية قبل ما نكفي الحاجات المحلية. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، وبالتالي سيساهم في انتشاله من الهاوية. لكن ما لا يعلمه كثر أنه بين لحظة الترسيم ولحظة جني الذهب الأسود مسار طويل قد يمتد لسنوات عدة. نحن اليوم أول شيء بدنا نبدأ بعملية الاستكشاف، من بعد الاستكشاف إذا عثرنا على كميات تجارية مننتقل لمرحلة التنقيب، ومن بعد التنقيب نوصل للاستخراج. هذا الأمر يستغرق من 3 إلى 4 سنوات على بشكل، يعني إذا كنا إيجابيين وسريعين. فاليوم منا أنه نحن دغري فأسة زر هذه الثروة بتنهض فينا اقتصاديا. وبالتوازي مع كل ما تقدم، أكدت مصادر هنا لبنان أنه تم الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة على بدء التنقيب مباشرة بعد الانتهاء من آلية التوقيع على الاتفاق الذي سترعاه الأمم المتحدة.